المهجنات الأصايل هنا نجني أبناء القبائل في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع معكم هذه المجريات، نتابع هنا منوى خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على الصدارة وعلى المركز الأول، لكن هنا الصدارة، هنا الصدارة، اعذروني، هنا ما انتبهت، هنا هملولة خليفة بن يوعان بن عبد الله المهيري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هملولة من تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني منصورة إحليس بن راشد بن إحليس الكتبي تنطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث تاتي ولا حمد بن سالم بن حمد بن قمرة، وفي المركز الرابع، المركز الرابع الواصلة سلطان بن سعيد بن غرير الكتبي تأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس من وخالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على خامس مراكزنا. المركز السادس ناصية محمد بن نايع بن سالم النعيمي تنطلق على سادس المراكز، والمركز السابع، المركز السابع احتياط حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، وهناك غيوم حمد بن محمد بن حب العامري، وتاسع مراكزنا. المركز التاسع لحن تاتينا لهنا بهذا الانطلاق فرج بن السهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر وهنا الظبي محمد بن راشد بن كحيد المهيري مع الظبي على المركز العاشر بهذا الانطلاق الجميل. وهناك أيضا أسامي خلف المراكز العشرة الأولى ترقبوها بهذا الأداء المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا هملولة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة، خليفة بن يوعان بن عبد الله المهيري هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني وتأتي منصورة، هنا الحليس بن راشد بن حليس الكتبي من ينطلق بهملولة هنا بهذا الأداء المميز الجميل. هناك ولا حمد بن سالم بن حمد بن قمرة النابت المري على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنا من وخالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. هنا الشعار الاقتصادي ياتي بهذا الانطلاق، ناصية محمد بن نايع بن سالم بن نايع، هنا النعيمي المنطلق بهذا الاداء الجميل على المركز الخامس وسادس المراكز. لحن فري بن السير بن عبد الهادي بن حفار المري من تنطلق سادسا، وفي المركز السابع تاتي الواصله سلطان بن سعيد بن غرير لقتبي، ومن الجانب الاخر غيوم حمد بن محمد بن حب العامري المنطلقه ثامنا، وفي المركز التاسع الظبي محمد بن راشد بن قحيد المهيري، والمركز العاشر احتياط لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكه من تنطلق الى المركز التاسع بدورها في هذه اللحظات بهذه التحديات جميلة. وعاشر المراكز وصلت هنا أنظار قادمة، علي بن سالم بن داود الدرعي يأتينا بأنظار على المركز العاشر. هذه هي الأسماء هنا المنطلقة بهذه اللحظات الجميلة، وهناك أيضا أسامي خلف المراكز الخمسة الأولى، ولكن بعوها قبل المراكز العشرة الأولى عفوا، وبعود إلى صدارة، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا. والتغيير من ولا حمد بن سالم بن حمد بن قمرة المري من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. غيوم في المركز الثاني، غيوم هناك تنطلق حمد بن محمد بن حب العامري، وتأتينا ناصية محمد بن نايع بن سالم النعيمي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع لحن فري بن السير بن عبد الهادي بن حفار المري على المركز الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس مسكته منصور بن سالم بن راشد بن حضير من الكتبي ما يبنى لها طاري تفاجئنا هنا وتتدخل الى المركز الثالث وفي طريقها الى الارقاء الى المقدمه. هناك ايضا بالجافله مع اروى خلف بن مبارك بن راشد بالجافله الحميري ينطلق بهذه اللحظات بهذه التحديات الجميل.
الى يا سلام الوصول هنا والتحدي والاداء المميز الجميل هنا الواصله سلطان بن سعيد بن غرير لقتبي هو منصور الحليس بن راهب بن حليس لقتبي وانظار لعلي بن سالم بن داوود الدرعي وبن حلوقه من الجانب الاخر وهنا ايضا براقه خليفه بن حمدان بن محمد الحميري ولكن اعود الى الصداره اعود الى المقدمه الى المركز الاول مع الكيلومتر الاخير امسكت على صداره امسكت مقدمه على المركز الاول تسيطر على زمام الامور منصور بن سالم بن راشد بن حضيرم لقتبي هنا على صداره على المقدمه وعلى المركز الاول اروى في المركز الثاني اروى هنا لخراب بن مبارك بن راشد بن جافله هنا يتواجد اهل القطاع الشمالي ولكن الواصله سلطان بن سعيد بن غرير لقتبي على المركز الثالث ثلاثيه جميله ثلاثيه متميزه اروى تنطلق على الصداره اروى تنطلق على المقدمه وعلى المركز الاول بدون اي اوامر تذكر هنا على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط أروى خلف بن مبارك بن راشد بن جافلة الحميري والقادمة القادمة لحن 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 قدم بكل قوة لحن بالحفار لحن هنا فري بن السيل بن عبد الهادي بالحفار من تنطلق على صدارة على المقدمة على المركز الأول واللحظات الأخيرة أروى ولحن لحن وأروى ولكن لحن هي الأقرب للفوز الأقرب للناموس لحن أروى لحن 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 هي الأقرب للفوز تهانينا لهنا على هذا الفوز لفري بن السيل بن عبد الهادي بن حفار المركز الثاني وصلت هناك أروى لخلب بن مبارك بن راهب الجافلة المركز الثالث مسكته منصور بن سالم بن راهب حضير بن كتبي وفي المركز الرابع من وصلت شاهدينا الكرام هناك ايضا لبالحب غيوم محمد محمد بالحب العامري وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام لحمد بن سالم بن حمد بن قمره والتوقيت الزمني هنا ولحظه وصول لحن الى قرط النهايه معلن الفوز والناموس سلام لاهالي الشحانيه بسبع دقائق 44 ثانيه اربعه من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمني تهانينا والناموس المركز الثاني اروى خلف بن مبارك بن راشد بن جافله من وصلت على المركز الثاني بسبع دقائق 44 ثانية ستة من الأجزاء أو خمسة من الأجزاء من الثانية والتوقيت الزمني وفي المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كانت أمسكتة من وصلت على المركز الثالث بهذا الانطلاق المميز الجميل سبع دقائق 48 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية تهانينا وناموس لمنصور بن سالم بن راهب بن حذيرم لقتبي.